انا هرجع لحضرتك استاذ محمد، لان حضرتك كنت بتحكي عن المشكله الخاصه بيك وانك مش عارف تلاقي البنت، مش عارف اصلا توصل لها خالص. طب الاهل فين؟ اهل الام فين؟ رحت الاهل الام، والله ما نعرف حاجه عنها من ساعه يعني المشكله. يعني ايه اتجوزت مثلا ومشيت؟ يعني اكيد اكيد خارج مصر مثلا، وانا يعني إيه؟ انا مش نيش ليه اتجوزت ما اتجوزتش، انا اهم حاجه عندي بنتي. ما هي اصلها ازاي تقدر انها تصرف على البنت ويعني تدخلها المدرسه؟ البنت عندها قد ايه؟ 10 سنين. طيب هي محتاجه برضو يعني سند عيلتها مثلا، فهي بتقول لوحدها وخدت البنت ومشيت. ما فيش حد يا فندم منهم من اهلها اصلا يعني فاتح لها باب زي الناس. لاني يعني طبعا الناس لما سمعت الموقف اللي اتعمل معايا او ايه الموقف بقى اللي اتعمل معايا؟ الموقف اللي يعني نزلت عملت لي محضر اللي انا ضربتها بسبب اللي هي عاوزه الشقه، يعني اكتب لها الشقه باسمها. ردت بنتي واحنا في الاسم، الكلام ده كان في اسم اللهم صل على النبي اسم البساتين. ردت بنتي قالت لها، قالت للظابط اللي هو بتاع الاستيفا، والله بابا ما ضرب ماما، ماما اللي عورت نفسها. اقسم بالله زي ما بحكي لك كده، اقسم بالله بابا ما ضرب ماما، ماما اللي عورت نفسها. حتى ظابط الاستيفا قال لي بعد اذنك اعمل لها محضر، ان بنتك كده تحبس امها، يعني بنتك ازق منك وازق من امها. طبعا ما رضيتش ليه يعني تتحبس. قعدت يوم لحد الصبح، رحت لوكيل النيابه طبعا بتكلم معاه، طب ضربتها ليه؟ عورتها ليه؟ قلت له ما حصلش، ما حصلش الكلام ده خالص والله العظيم، مش عارف ايه. الراجل مشكورا يعني حس برضه باللي قدامه يعني. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، هي كده البنت كمان اتحطت في موقف صعب ما بينكم، يعني بتتكلم قدام ظابط ولا ايه؟ بص يا فندم، انا اقسم لك بالله لو بنتي معايا وهي عاوزه اشوفها كل يوم، اقسم بالله اقسم بالله كمان مره ما مانع.